مهما حاول المجرم أن يداري جريمته فالقانون هو المنتصر في النهاية. وأخطر أنواع الجرائم وأكثرها بشاعة تلك المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني، فهي تهدد سلم المجتمع وأمان العائلة العراقية فضلا عن تهديد الأمان والسلام بشكل عام. اليوم وقع أحد هؤلاء المبتزين بيد القوات الأمنية في الأنبار، حيث كان ينتحل صفة ضابط ويعمل على إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. نشاط آخر أعلنت عنه الداخلية اليوم، فمع اقتراب شهر رمضان المبارك تشكلت الفرق الجوالة لمراقبة الأسعار ومنع بعض ضعاف النفوس من التلاعب بها. أهلا بمشاهدينا في صوت عراقي. من المواضيع اللي تهدد أمن وسلامة المجتمع موضوع الابتزاز الإلكتروني وانتحال صفة شخص آخر أو صفة معينة. فأحد الأشخاص من الأنبار اليوم منتحل صفة ضابط ويعمل على إنشاء صفحات وهمية. هذا موضوع الصفحات الوهمية، إما يستخدم لأغراض الابتزاز الإلكتروني أو الابتزاز الإعلامي، أو تصير بسبب مشاكل عائلية أو تسقيط أو بث إشاعات. لذلك إحنا نشد على يد القوات الأمنية وجهودهم الكبيرة بمحاربة هذه الأمور والظواهر اللي تأثر على سلامة وأمن المجتمع وعلى استقراره واستقرار العوائل العراقية. من الأمور والظواهر السلبية أيضا ظاهرة التسول اللي تعكس وجه غير حقيقي للبلد. للعلم أغلب المتسولين اللي دا نشوفهم بالتقاطعات والشوارع هم اتخذوا من الموضوع فد مهنة معينة، فأكو حالات قليلة جدا محتاجة، لكن الأغلب ماخذيها مصدر رزق وكسب ومهنة. وطبعا هذه لها آثار سلبية جدا كبيرة. الظاهرة الأخرى هو موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كل ما يقترب شهر رمضان المبارك نشوف أكو فالتلاعب وعدم استقرار بالسوق. لذلك وزارة الداخلية اليوم شكلت فرق لمراقبة الأسواق ومكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأيضا من خلال الشرطة المجتمعية شكلت فرق لمكافحة ظاهرة التسول اللي هي من الظواهر غير الحضارية والظواهر السيئة. وللحديث عن ظاهرة الابتزاز بشكل عام معنا المقدم مؤيد هادي من إعلام الشرطة المجتمعية. سيادة المقدم تحية طيبة. أهلا بحضرتكم بالبرنامج. أهلا بكم. الابتزاز الإلكتروني، تملكون إحصائية عن الابتزاز الإلكتروني لهذا العام لنهاية العام اللي راحت؟ نعم. تحية طيبة. أهلا بكم لحضرتك ولجميع المشاهدين. أهلا بجميع. البرنامج حقيقة الإحصائية منذ بدء العام لغاية اليوم 206 حالة ابتزاز إلكتروني، منها 197 حالة تم حلها ضمن الإجراءات المتبعة للشرطة المجتمعية. نعم. 9 حالات تم إحالتهن إلى المحاكم العراقية، ومن ضمنها من ضمن ال 197 حالة كانت هناك 13 حالة ابتزاز إلكتروني ضد الرجال. إيش قد؟ 13 حالة فقط؟ من ضمن ال 197. زين. 197 حالة تم حلهن ضمن الإجراءات المتبعة لدى الشرطة المجتمعية. نعم واضح. ضحية الابتزاز دائما من العنصر النسوي. نستخرج من ال 197 فقط 13 حالة كانت ضد الرجال. زين. منو اللي يبتزهم؟ قبل لا نساء. اروح لي. نساء تبتزهم؟ نعم. صح؟ هذا الابتزاز العكسي حقيقة. وهذه صايرة يعني هواية تصير لو هذه أول مرة.
لا، احنا عندنا حالات بالاعوام السابقه، لكن هذه الاحصائيات بحد ذاتها انه 206 حاله هي اعداد بالعد التنازلي، يعني المؤشرات، يعني اذا قست انخفاض، نعم انخفاض بمعدلات الابتزاز الالكتروني. وهذا يرجع لمن؟ ها، اليوم الشرطه المجتمعيه هي اتخذت الجانب الوقائي الامني، وانتشارها في بغداد جانبي الكرخ والرصافة وبقية المحافظات من خلال المفارز المنتشرة، وتعمل بالتثقيف والتوعية المستمرة وتواصلها مع جمهور واسع وكبير اللي هم شريحة الطلبة في الجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى الموظفين في داخل جميع الوزارات. حقيقة بدأنا نقطف الثمار بانخفاض هذه المعدلات ومعرفتهم ب زيادة الوعي القانوني بالمواد التي تحكم في قضية الابتزاز الالكتروني. شنو انواع الابتزاز؟ هو هسه اللي يسمع بالابتزاز يتوقع فقط اللي يصير عبر منصات التواصل الاجتماعي او احد يبتز احد عن طريق الهاتف النقال. اكو اشكال وصور اخرى للابتزاز. المشكلة انه قضية الابتزاز الالكتروني تعددت بها الاهداف. نعم. يعني منها من ضمن هسه احنا خلينا نتكلم بالحالات اللي منذ بدء العام الحالي. نعم. بعض القضايا وردت إلى الشرطة المجتمعية عبر الخط الساخن أنه والدة الزوجة تبتز نسيبها لغرض الطلاق أو لغرض إرجاع امتلاكها بعض تعرفين اليوم قضية الفيديو بتضليل، اليوم اصبحت مو حكر الاعلام، اليوم مو حكر للقنوات الفضائيه، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وقضيه المونتاج اصبح بالهاتف طبعا متناول قضيه التضليل وقضيه وضع السمايل على شخص معين، فيكون الابتزاز بعض امتلاكهم بعض المواد الفيلميه او بعض الصور، وقد تمتلك بعض الصور الشخصية بسبب بعض الخلافات مع الزوجة سابقا، تبتز نسيبها. يهدد الرجل بهذا الموضوع لتحقيق الهدف. هسه الهدف كان إصلاح، لهدف الطلاق، لأهداف انتقامية، هذا نوع من الابتزاز. للأسف البعض أنه حالات وردت ابتزاز ما بين الطلبة، يعني من شخص إلى شخص يمتلك بعض المعلومات عن الطالب يتعرض للابتزاز. الهدف شنو؟ استحصال مبالغ ماليه. زين، هنا يجي دور من؟ الوعي. خصوصا حقيقه الوعي قائد، الوعي قائد في كل شيء. اليوم نحتاج الى وقفه جاده ووقفه حقيقيه من قبل جميع المواطنين. التعرف على قضايا الابتزاز والمدارس والجامعات، ضروري إقامة ورشات ورش. الشرطة المجتمعية متواصلة حقيقة مع وزارة التربية، مع مديريات التربية اللي متواجدة ضمن قواطع المسؤولية جانبي الكرخ والرصافة بشكل مباشر وإيجابي، وهناك سلسلة من المحاضرات تقام حول الابتزاز الإلكتروني والتنمر الطلابي والتنمر الإلكتروني، قضية التوعية ضد المخدرات، كيفية الاستدراج. هذا كله تحملته الشرطة المجتمعية بجانب التوعية والتثقيف. أكثر المواقع اللي لاحظتوا من خلالها الابتزاز، يعني هنا شلون نقول، يعني كثير بهذا الموقع أو مركز؟ الشباب حاليا موقع الفيسبوك قليل، صح، حتى تواصلهم وإنشائهم للصفحات هو قليل، لذلك نعاني من قضية الجروبات على الفيسبوك؟ لا، الجروبات اللي تقام على التليجرام، مثلا تليجرام. تليجرام هو اخطر المواقع، الانستا والتليجرام والتيك توك، وسهل اختراقها. هذن المواقع جدا خطره. ليش؟ بيهن محادثات سريه وبيهن حسابات سهله سريعه الانشاء، وللاسف البعض الجروبات اللي جاي يصير بها محادثات سريه على مواقع الفيسبوك تكون مختلطه، والنشر بنظام الفيسبوك اصبح هناك نشر بمجهول. احنا نشوف اكو جروبات يكون غير معرف الاسم، جروبات بها مثلا هذه الجروبات بس للبنات، هذه الجروبات بس للشباب،
على الفيسبوك، فنشوف أكبر عدد من البنات موجود على هذه الجروبات. للأسف للأسف أن أغلب هذه الجروبات هي مخترق. إذا كانت الديباجة الرئيسية أنه هي العنصر النسوي فقط، فهي لا تخلو من وجود بعض ضعاف النفوس في داخل هذا الجروب. طيب معالجاتكم أيضا شنو تتضمن؟ ذكرت حضرتك بعضها ولا بأس إذا كانت عندك إضافة على الموضوع. المعالجات حقيقة إحنا اليوم وصلنا إلى المواطن إلى داخل المنزل، وصلنا لكل تفاصيله. هناك حملات كبرى أقامتها الشرطة المجتمعية في عدة مواضيع، ومنها الابتزاز الإلكتروني استمر، وصلت إلى حتى المناطق العشوائية، وصلت إلى المحال التجارية، وصلت إلى أكو ابتزاز يصير داخل البيوت؟ أكو نعم. يعني وصلت لهالدرجة هذه بين الأهل؟ إحنا من وصلنا إلى أنه الزوج يبتز زوجته. أكو بعد أشكال أخرى داخل الأسرة؟ يعني بصراحة هم عماد الأسرة هو الزوج والزوجة. نعم صح، لأن هم المسؤولين على إنتاج عائلة وأفراد صالح، يفترض أنه مواطنين صالحين يقدمونهم للمجتمع. إذا يصلون إلى مرحلة الابتزاز بيناتهم، فكيف راح يستطيع أن يربي جيل يقدمه إلى المجتمع؟ فالابتزاز من وصل إلى الزوج والزوجة، فأكيد أنه وصل إلى يعني إلى العمق، عمق العائلة العراقية. أحيانا من أحد يتعرض لابتزاز، خصوصا البنات بصراحة يخافون يقولون لأهلهم فعلا. ويخافون يتواصلون مع الجهات المختصة. شوف هسه حتى إذا ما عندها شيء، الموضوع أصلا هو بالنسبة إلها بجانب من المشاكل، صح، أو بتعبير آخر بصراحة فضيحة. فهذا الموضوع شلون يتعالج؟ شلون ممكن نثقف شبابنا وشاباتنا بالذات على أنه أي أحد يبتزج أنت لازم تتوجهين للجهات المعنية وتعالجين الموضوع، ولا تجعلين من نفسك عرضة للابتزاز؟ هي رسالة اطمئنان، رسالة اطمئنان إلى جميع مشاهدين البرنامج، أنه الشرطة المجتمعية تتعامل مع الضحية، مع المتصل للشرطة المجتمعية أو اللجوء إلى الشرطة المجتمعية بسرية تامة وبمعلومات طي الكتمان. وهذا ما يعني حقق النتائج اللي نريدها حقيقة. ليش؟ لأن اليوم تواصل المواطنين مع الشرطة المجتمعية بهذا الكم الهائل في جميع القضايا، قضايا الاختلاف الأسري وقضايا الطلاق وقضايا مشاهدة الأطفال، قضايا الابتزاز الإلكتروني، التبليغ على قضية المخدرات، وبطرقنا وبأساليبنا وبموافقات من قبل السيد مدير دائرة العلاقات والإعلام، نأخذ المعلومة و نحولها على الجهة المختصة بكل سرية حتى يطمئن اللي يتصل. بالإمكان أنه يدلي بالمعلومات بدون ما ينطي اسمه، بدون ما ينطي التفاصيل. يعني إذا يحب المتصل أنه عنده معلومة خطرة أو يحسها أنه هاي تحتاج إلى تدخل من قبل القوات الأمنية، الشرطة المجتمعية مستعدة لاستقبال هذه المعلومة ويتم مقاطعتها من خلال الجهات المختصة. عندكم رقم ساخن؟ الخط الساخن للشرطة المجتمعية المجاني 497، هذا مفتوح على طول 24 ساعة. وأكثر ما يميز هذا الخط حقيقة هو وجود العنصر النسوي الفعال للإجابة للعنصر النسوي لرفع الحراجة عن المتصلة. رقم يشتغل؟ أكيد. 400 وش قد؟ 497. يعني نجرب نتصل؟ جرب. 497. زين، اي قضية تخطر على الخط المجاني للشرطة المجتمعية، نستقبل الاتصالات على مدار 24 ساعة. مجتمعية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسأل اللي عنده قضية وحاب يتواصل مع الرقم الساخن طبعا ويطرح قضيته، وين يروح؟ يتصل علينا على الخط الساخن هذا هسه مثل حضرتك. اتصلت، وين اروح وراها؟ زين، اذا انا عندي قضيه تتعلق بالابتزاز، الابتزاز الالكتروني، أيه. اذا كان المبتز تعرفين اسمه وعنوانه ورقم تليفونه، تزودينه بالمعلومات مالتك ومالت المبتز، تمام؟ زين، واحنا نسجل لك مناشده ونروح نحل الموضوع بطرق سلميه وديه. زين، واذا ما اعرفه
واذا ما تعرفين تعرفين بس رقم تليفون او بس اسم كامل اسم تنحال الى الخطوط الساخنه او الجهات الاخرى، مثلا مكتب مكافحه قسم الجريمه الالكترونيه رقمهم 533 زين زين، او الامن الوطني 131 زين. عاشت ايدكم. احنا برنامج صوت عراقي واحنا مباشره على الهواء من قناه الفرات الفضائيه، ومعانا ضيف اليوم مقدم مؤيد هادي من اعلام الشرطه المجتمعيه، وحبينا نتصل على الرقم حتى نبين للساده المشاهدين واللي يتعرضون للابتزاز الالكتروني انه هذا الرقم الخط الساخن هو شغال طول الوقت. شكرا جزيلا. لا شغال 24 ساعه حياه الله. شكرا جزيلا. شكرا سيادة المقدم، عندكم إضافة؟ طبعا بركت جهودكم، وهذه طبعا رسالة اطمئنان أيضا أكيد لكل اللي دي يتابعنا الآن. وأرجع وأقول أنه هذا الاتصال مثل ما حضرتك أكدت، هذا الاتصال وكل التفاصيل ما حد يعرفها عدا الشخص والجهة الأخرى. بالضبط. استحصال موافقات سريعة، ويتم تشكيل فريق عمل متكامل حسب قاطع المسؤولية. نعم. ويتم التوجه بصورة مباشرة لحل الموضوع بالإجراءات اللي حقيقة أكثر أفراد الشرطة المجتمعية هم دخلوا دورات تدريب، وبعضهم استحصل على المدرب الدولي في قضية الإقناع وكيفية قراءة سلوكيات الفرد حتى يقدر يأخذ المعلومات ويقدر يوصل إلى مرحلة حل الموضوع. شكرا جزيلا لكم مقدم مؤيد هادي من إعلام الشرطة المجتمعية، وتحية طيبة لحضرتك. شكرا جزيلا لوجودكم طيب اليوم لكم. في صوت عراقي. الله يسلمكم وحياكم. شكرا. من ازدحامات شوارع العاصمة بغداد، طبعا كانت اليوم لكاميرا صوت عراقي جولة. سابقا طالبنا بحلول، والآن أيضا نطالب بحلول، ولكن نشوف أكو علاج لموضوع الازدحامات ولو أنه يتطلب فد وقت معين. الآن الازدحامات بعضها دي يصير بسبب الحلول، شلون يعني؟ يعني مثلا طريق القناة بشغل، ساحة عدن بها شغل، بعد ايضا ساحة قرطبة ايضا مجسرات وانفاق، بعد وين؟ ساحة النسور، هذه كلها بها شغل، فالشغل جاري على قدم وساق، فدا يصير الازدحام بسبب هذه الاعمال وهي بها نسب انجاز جدا عالية. خلينا نتابع وياكم. الازدحامات مشكلة وما تنحل خاصة بالعراق. لأنه كثرة السيارات الموجودة في العراق هنا عندنا بكثرة، ودا يستوردون وما دا يسقطون مثلا مواليد سابقة حتى شوية تقريبا الشوارع تخف، هاي من ناحية. أما من الناحية الثانية أكثر الازدحامات صارت من وراء أبو التوك توك. التوك توك فد مشكلة عويصة ما حد يحلها نهائيا، لأن أبو التوك توك يجيك برون ويضرب الإشارة وما يقب بالإشارة، بالرغم من أنه رجل من المرور بعينه يشوفه هذا ويفل. يعني أنا سراي مثلا فتحت الإشارة دايد أفوت مثلا، أو مثلا واقف أو كذا ما أعرف إيش، تشوف هذا بالتيك توك يخش من هنا ويطلع من هنا ويجي من هنا إضافة إلى الدراجات. فهاي مشكلة عويصة الحقيقة، ما أتوقع أنه إلى حل. نتمنى من دولة رئيس الوزراء الان هسه هو حاليا جاي يشتغل، يعني محمد الشيع السوداني مصطفى جاي يشتغل شغل صحيح، بس نعاني الازدحام مال الصبح شويه. احنا هاي قضيتنا الازدحام، احنا صاحب سيارات عمي، كيف لك العباس ابو فاضل، كيف لك العباس ابو فاضل، ازدحام الازدحام تعبنا، يعني الصبح ازدحام مو طبيعي زين، عندنا ازدحام مو طبيعي. فنتمنى ان شاء الله من رئيس الوزراء ان يخفف بعد الازدحام هذا. والله ازدحامات اول ما تطلع من البيت تلقى الازدحام. ازدحامات والله العظيم، يعني تطلع منها على هذا مال الشعب تلقاه قافل، تجي منها على الجسر مال البنوك قافل، طالبيه قافل، وين ما تروح قافله. شنو السالفه؟ اذا سياره موديل 80 بعدها تمشي بالشارع، ماكو تسقيط، يوميا 5000 سياره يطببون للعراق، هجمونه هجم من ورا السيارات. مطالبنا يعني انا اقول لك يخففون الازدحام، يسوون بنى تحتيه، يسوون الشوارع يعدلونها. هسه هو جاي ياخذ مال طرق وجسور وش اسمه والطسات والشوارع والمي والنقر. التكاتك
التكاتك مو كلها سوا، اكو بيها الطالع على باب الله، واكو بيها الرايحه غير سوالف هواي، يعني مو صابعك مو كلها سوا. عبر الهاتف ينضم لنا الاستاذ محمد الساعدي، لو مصطفى، استاذ مصطفى زين، ممثل التربويين والاداريين في ميسان. استاذ مصطفى، احنا طبعا هذا الملف حاضر ويانا، احنا حتى نسلط الضوء اليوم نعرف شنو اخر التطورات اللي صارت معاكم كتربويين معتصمين من فتره في ميسان اولا، ونشوف اخر التطورات شنو اللي دا تصير وياكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكركم اولا على اتاحتكم لنا هذه الفرصه لايصال صوتنا وصوت جميع الخريجين في محافظه ميسان وكذلك باقي المحافظات عبر قناه البرات الفضائيه. اهلا بكم. ستنا العزيزه، بالحقيقه وتعلمون جيدا ان منذ اكثر من 6 اشهر تم اطلاق رابط عقود ال50,000 الخاصه بالخريجين التربويين، اي معلمين ومدرسين. لكن وبعد فترة كذلك تم تسديد اطلاق الاستمارة الالكترونية وبعضها استمارة ورقية، وتم تسديد المعلومات قبل اشهر. وحسب كلام يعني وزارة التربية العفو انه خلال فترة وجيزة يتم اعلان الاسماء ويباشر هؤلاء الخريجين جميعهم في المدارس. لكن للاسف الشديد نقاط المفاضلة اخذت مسافة طويل جدا. سابقا تم تأجيل العمل بالفرز يعني والعد بالدرجات الوظيفيه بسبب الانتخابات وما شابه، بعدها بسبب عدم الوصول الى حل او صيغه معينه بخصوص تعليمات الوزاره، واستمر هذا الامر لاكثر من شهرين. بعد ما انحسم الامر، نعم كانت يعني للامانه نحكي مفاضله غير مرضيه لاغلب الخريجين باعتبار عدم احتساب سنوات التخرج وغيرها من الامور الاخرى اللي اثرت كثيرا على الخريجين. انحسم الامر وتم فرز بيانات الخريجين، لكن منذ اكثر من اسبوعين والى الان بوعود كل يوم، يعني وعد هذا الاسبوع بعد يومين الاربعاء تجي الخميس الجاي، وهذا الاسبوعين وهسه راح يدخل الاسبوع الثالث، والى الان لم يتم الاعلان عن درجات الخريجين الخاصه بال 50,000 درجه وظيفيه. 50,000 ال50,000 ذكرني بعددكم ايش قد؟ عدد الخريجين بس بميسان بس بميسان في ميسان عدد الخريجين التربويين قرابه 14,000 خريج تربوي حصة اي معلم ومدرس. ايش قد قلنا هي 50,000؟ درجات وحصة ميسان من 50,000 6,000 فقط، 50,000 هاي تشمل 8 محافظات، هي ميسان، كربلاء، المثنى، صلاح الدين، نينوى، ذي قار، بغداد، هو النجف الاشرف. يعني هاي المستجدات الاخيره تقريبا قضيتكم بعدها ما انحلت. الى الان لم تحل ويوميا وعود، يعني ما نعرف وين السبب، شنو القضيه، ليش تاخرن. هو الجهاز عدى رئيس الوزراء برنامج الكتروني تلقائيا يدخلون به البيانات الخريجين خلال ساعات، يعني حسب كلام من الوزاره وحسب لجنه التعيينات بوزاره التربيه، كان خلال ساعات هذا البرنامج قادر على فرز جميع بيانات الخريجين واعلان النتائج باسرع وقت، يعني العمليه كلها هاي ما الفرز ما تطول يوم واحد. ليش هاي الاسبوع الثالث ولحد الان نفس القضيه ونفس الموضوع ويماطلون؟ وحسب وصلتنا معلومات انها سببها كلها يردون ياخرونها شوي شوي حتى يحولون هاي العقود كلها على موازنه 24. هذا شنو يعني؟ هذا تخمين لو عندكم معلومه؟ عندنا معلومات، والاخر شيء صرح به رئيس لجنه الماليه عندما رحل باتفاق مع وزيره الماليه، رحل جميع هذه العقود الى وتداولها الى موازنه 2024. حاليا لم يكن شيء رسمي، لكن حسب القراءات وحسب ما صرح به وحسب الدراسات وحسب النقاشات اللي حدثت في لجنه الماليه ووزاره الماليه، سيتم ترحيل جميع هذه العقود الى موازنه 24، في حين عندما قررت موازنه 2023 ان جميع هذه العقود يتم صرف مستحقاتهم من الشهر ويعطوها باثر رجعي من الشهر التاسع الماضي. بس انتم صارتكم ايش قد تداومون مصطفى؟ لحد الان ما مداومين، لحد الان منتظرين اعلان العقود، اعلان نتائج العقود 6,000 عقد وبعثها تتم المباشره. يعني بعدكم تنتظرون كل هاي الفتره؟ لحد الان كل هاي الفتره. انتم مختلف التخصصات؟ فيما يخص
الدرجات ال 50,000 درجه بالنسبه للمحافظات، ومثال حصلت لها 6,000 درجه. جميع التخصصات التربويه موجوده، كافه التخصصات التربويه، رياضيات، انجليزي، عربي الى اخره. زين. وهناك اكو درجات اخرى هي خاصه بال 150,000 تقسمت على المحافظات حسب النسبه السكانيه. كانت محافظه نيسان حصلت منها 5,000 درجه وظيفيه. شكرا مصطفى، احنا نبقى ويا ملفكم ان شاء الله بالايام القادمه. والله نتمنى منكم متابعه. وانا رساله اخيره بس احب اوصلها باقل من دقيقه الى كل، لا اقل كلش من دقيقه لان ما عندي وقت بعد. خلال هذه الفتره باقل من 10 ايام اذا لم يتم اطلاق العقود والاعلان الاسماء الخاصه بال 50,000 درجه ستكون هناك ثوره كبرى في 8 محافظات المعنيه بال 50,000 درجه، وهذه المظاهرات سوف تؤثر سلبا على جميع الحكومات المحليه وكذلك الحكومه المركزيه في بغداد. لذا على رئيس الوزراء ووزير التربيه بالاسراع باعلان الاسماء. شكرا مصطفى. حياكم الله. شكرا مصطفى، شكرا. مستشفى سفير الإمام الحسين عليه السلام من المؤسسات الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، أثناء النصف من زيارة شعبان المباركة قدمت خدمات كبيرة. المتطوعين المشاركين في مستشفى سفير الإمام الحسين وفي مراكز الطوارئ التابعة للمستشفى والمفارز الطبية هم من جميع محافظات العراق، من دوائر الصحة في المحافظات، ذو خبرة عالية، أطباء وكوادر تمريضية متدربة في طب الطوارئ، وكذلك كوادر مستشفى سفير الإمام الحسين. فقط كوادر مستشفى سفير الإمام الحسين هم 650 موظف في مستشفى سفير. جميع هذه الكوادر هي استنفرت لتقديم الخدمة للزائرين، في بالإضافة إلى المتطوعين من داخل وخارج العراق. وأيضا تم التعاون مع مجموعة الميثاق الطبية التي غالبيتها تكون من دول الخليج من أطباء وكوادر، أيضا شاركت في هذه الخطة. أعداد المتطوعين المشاركين مع مستشفى سفير الإمام الحسين ما يقارب 300 متطوع. نقوم بالتعاون مع مستشفى السفير لتقديم الخدمات للزوار في المواسم الدينية، من ضمنها الزيارة المليونية في خلال مولد الإمام صاحب العصر والزمان في 15 شعبان، وخلال الأربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. نقوم بتغطية كافة التخصصات مع مستشفى السفير، منها الطب العام، منها تخصصات طبية ثانية من القلب والجراحة العامة والأنف وأذن وحنجرة. الحمد لله صار لنا عدة سنوات خلال الزيارة الأربعينية والشعبانية، هذا يزيدنا شعور من السعادة والبهجة والفرح. ليش؟ لأننا قاعد نقدم الخدمات تحت مظلة الإمام الحسين عليه السلام. العتبة الحسينية المقدسة دائما دعامة حق جميع وكافة أطياف الخبرات اللي تي من برا العراق أو داخل العراق لتقديم أفضل الخدمات لزوار الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لكم، سلام عليكم ورحمة الله.